لمناقشة انتهاكات القوات الحكومية داخل السجون في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني نبدأ من خبر وفاة معتقل من أهالي الأنبار في سجن الحوت بالناصرية، وذلك بسبب الإهمال الصحي، لكن هنا يعني بماذا تفسر استمرار سقوط الضحايا في السجون الحكومية، لا سيما في هذا السجن تحديدا سجن الحوت المركزي في الناصرية؟ بغض النظر عن الأمراض اللي تفتك بالمعتقلين مثل وباء كورونا والجرب والتدرن الرئوي، هناك نسبة كبيرة جدا من المعتقلين مصابين بأمراض الفشل الكلوي، والسبب هو تناولهم لمياه غير صالحة للشرب الآدمي. هذا أبسط الأسباب. والمسؤولية الأولى في هذا الأمر تقع على اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكاتبها في العراق التي تزور هذه السجون. ماذا تفعل هذه اللجنة؟ لماذا لا تعلن عن هذه الانتهاكات؟ لماذا لا تصدر تقرير؟ نحن نعلم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقاريرها سرية وغير معلنة، لكن حين يصل الأمر إلى ما وصل إليه الآن من عمليات قتل ممنهج نتيجة الإهمال الطبي ونتيجة التعذيب ونتيجة المعاناة بسبب الجوع، يعني هذا يتطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتخذ موقف وتعلن للعالم حقيقة ما يجري في السجون العراقية، وإلا ستكون شريكة في تلك الجرائم. أستاذ علي، التقارير الحقوقية تؤكد سوء معاملة المعتقلين في السجون داخل العراق، لكن مفصل السؤال هنا، هل هي سياسة للقوات الحكومية تم رصدها في عدد من السجون، أم أنها ربما تكون يعني مواقف فردية كما تدعي الحكومة؟ من المستحيل أن تكون هذه ما يجري مواقف فردية، هناك سياسة ممنهجة لعملية تصفية المعتقلين، وأؤكد أن هؤلاء المعتقلين 99% منهم معتقلين نتيجة وشايات ونتيجة حملات دهم واعتقال على أساس طائفي. لا يوجد معتقل الآن في السجون في سجون الحكومة العراقية وخاصة في سجون الناصرية، يعني هناك معتقلين لا توجد حتى أوراق، يعني ملفاتهم حين كلفنا بعض المحامين للتحرك في هذا المجال وجدوا أن ملفاتهم لا، يعني لا يوجد بها سوى ورقة واحدة تثبت اسمه والتهمة التي يراد اتهامه بها نتيجة وشايات كاذبة وغيرها. ما يجري في السجون العراقية ليست تصرفات فردية ولا أخطاء سجان أو غيرها. ما يجري في السجون العراقية عمل ممنهج الهدف منه تصفية هؤلاء المعتقلين والقضاء عليهم بأساليب شتى، منها التعذيب ومنها الإهمال الصحي، والإهمال الصحي الآن من أخطر ما يواجه المعتقلين في سجون الحكومة العراقية. يعني ملاحظة، يعني قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام الكاظمي تحدث عن على قناة الجزيرة الإنجليزي، وهذا أول مرة يتحدث فيها عن الوضع يعني في العراق، وقارن الوضع إلى ما قبل 2003. وحين تحدث الكاظمي عن العراق، يعني الكل يستغرب الآن، هل الكاظمي يعيش في العراق؟ هل البلد الذي يتحدث عنه هو العراق نفسه؟ هناك عراق آخر؟ حين قال بأنه لا توجد الآن لا توجد مقابر جماعية كما قبل 2003، ولا والعالم كانت قبل 2003 تموت في الشوارع، يعني طيب. ألا يعلم الكاظمي أن فقط في محافظة ديالة أكثر من 68 مقبرة جماعية؟ طيب. ألا يعلم الكاظمي أن الميليشيات الآن تطوق المقابر الجماعية وتسيطر عليها وتمنع الوصول إليها في الفلوجة وغيرها؟ أستاذ علي، الوفيات في السجون الحكومية بطبيعة الحال يجرنا إلى السؤال عن الرقابة القضائية على السجون في العراق ومدى فاعليتها ومدى قيامها بالدور المرسوم لها في القانون. أين الرقابة القضائية أستاذ علي؟ العراق يعاني من انهيار منظومة القضاء. هذا أمر يعني مفروغ منه. العراق يعاني من انهيار تام بمنظومة القضاء، وأي قاضي يتفاعل مع المعتقلين أو يريد يصدر قرار يعني وفق القوانين يتم تهديده أو قتله. وهناك يعني
أحكام وقضاء مسيس في العراق وانهيار في منظومة القضاء في العراق. وما يجري في العراق يعني في كل الأصعدة سبب هو انهيار منظومة القضاء في العراق. رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق حدثنا من برلين علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.